خلينا كمان نروح للمنتخب الاولمبي، والمنتخب الاولمبي ايضا بيستعد لبعض المباريات الهامه. هقول لحضراتكم قائمه المنتخب الاولمبي اللي اختارها الكابتن شوقي غريب، واللي في الحقيقه محقق كل اللي مطلوب منه على مدار الفترات اللي فاتت والبطولات المختلفه اللي شارك فيها مع منتخب الاولمبي، وبالتحديد البطوله الافريقيه اللي كانت على ارضنا هنا في مصر واللي قدر يحققها باداء اكثر من رائع وبروح عاليه كمان جدا، وده كان مهم قوي. فبالتالي كابتن شوقي غريب اختار كل من عمر رضوان حارس المستقبل في الحقيقه، محمد صبحي، مصطفى شوبير، احمد رمضان بيكم من الاهلي، محمود الجزار، عبد الغني محمد، حسن علي، العربي بدر، معار الاهلي للجونه، احمد هاني، امام عاشور، احمد سعيد، محمود نبيل، عبده يحيى، ابراهيم عادل، محمود جاد، عمر صلاح، اسامه جلال، محمود مرعي، محمد عبد المنعم، وده ايضا معار الاهلي لسموحه، كريم فؤاد، احمد عيد، عمار حمدي ايضا معار من الاهلي، اكرم توفيق لاعب النادي الاهلي، يوسف الجهري، احمد الندري، وفوزي الحناوي ايضا معار من الاهلي الاتحاد، ناصر منسي، وفادي فريد، واحمد عبد القادر اللي بيأدي موسم كويس جدا كمان مع سموحه ومعار ايضا من النادي الاهلي، بالاضافه لصلاح محسن لاعب الفريق، وايضا اسامه فيصل وطاهر محمد طاهر نجم النادي الاهلي. فايضا الكابتن شوقي غريب واضح ان هو ماشي باسس معينه، وهي بتتعلق باهميه انك تكون متواجد في ارضيه الملعب وبتشارك مع فريقك عشان تكون متواجد معايا في منتخب مصر الاولمبي. في تصريحات للكابتن شوقي غريب واللي بيتكلم فيها بيتطرق فيها لاحتماليه استدعاء محمد صلاح في قائمه المنتخب في الاولمبياد، وده امر ضروري ولا بد منه. يعني انت لما يكون عندك نجم كبير زي محمد صلاح وهتشارك في اولمبياد حاجه كبيره جدا جدا، طبيعي ان انت هتعمل كل اللي انت تقدر عليه عشان محمد يكون موجود معاك لعيب بالقيمه دي. فبالتالي هو قال ايه؟ قال لدي كل الاحتمالات لانضمام محمد صلاح للاولمبياد، ولا احد يختلف على قيمته وشرف لاي لاعب المشاركه في الاولمبياد، البطوله الثانيه بعد كاس العالم، واحنا لسنا اصحاب القرار فقط، فهناك طرف اخر اللي هو ليفربول، لكن المؤكد ان هو هيسعى بكل تاكيد لانتداب محمد صلاح في قائمه المنتخب الاولمبي، وده امر اكيد هيكون مهم جدا بالنسبه لمنتخبنا الوطني الاولمبي. دي اهم وابرز الاخبار وابرز الامور اللي بتتعلق سواء بالمنتخب الوطني الاول او المنتخب الوطني الاولمبي، اللي بنتمنى لهم كل التوفيق. وعايز اعيد واكد ان الدعم، كل الدعم للجهازين الفنيين سواء المنتخب الأول أو المنتخب الأولمبي، وإن شاء الله بإذن الله يفرحوا كل المصريين من خلال انتصارات مقبلة تكون مهمة.